هي الفرجة المذمومة، هذه الحكاية وأصل الرواية. كورة من وسط الميدان وأجمل إيقاع، أحلى ريان رقم 10 عالميا، هو النمبر 1. شيء كبير، شيء عجيب، والشيء من معناه لا يستغربوا. ليو ليو وحده وحده يخترق أمام موديست مبامي، وكرة يساعد فيها الحارس إستيبان، لأن كرة ميسي لم تكن بالقوة ولكن الخوف، كل الخوف. إستيبان كان متخوف من ميسي قبل وصول الكرة اللي تستر. تابع يا سلام، وهذا تشافي فنان يعطي كرة، يعطي كرة والتسديد. جول! ايش هالليلة، ايش هالليلة، ايش هالليلة يا برشلونة. بعد 10 دقائق لعب يعطينا السيناريو. كان مربي نادي ألميريا في ملعب الميديترانيوس، هدفان للأمان، ولكن ما زالت الحسابات وما زالت العقابات. هذه نجوم خرافية في الملاعب العالمية، خذوا هات وشارك الناس في أهدافها. ديفيد فيا على طريقته الخاصة بنجم الكرة العالمية، وهذه كرة ثانية حاسمة فنانة من تشافي إرنانديز نجم الامتياز، هو أفضل ارتكاز في العالم، لا نقاش، لا إنيستا على اليسار، ديفيد فيا يغير المكان لبيدرو، وميسي، ميسي! جول! الله 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 يا بابا، وسلام عليك يا بابا. ليو ميسي يمسي عليكم ويهنيكم بالهدف الثالث ومهرجان واستعراض. هذه كرة جاية من روزاريو، هذه كرة من المونيمونتال. ليو ميسي أفضل لاعب العالم يتكلم ويخلي الكرة في الشباك لألميريا للمرة الثالثة، هذه المرة الحاسمة من إنيستا. من يملك إنيستا وتشافي وعنده ميسي، بيدرو رودريغيز وديفيد فيا، ماذا يمكن أن نترك للبقية؟ والرباعية الكتالونية. ايش هالليلة، شوف شوف غوارديولا يستمتع معنا بهذه اللقطات. هات الصورة، هات الصورة وشوف الكرة، لحظات جنون صورتها الكاميرا. بيدرو رودريغيز بالامتياز، رأسية على طريقة جيرد مولر، على طريقة الكبار، ونادي برشلونة بالرباعية داخل الدار. 4-0، كرة حاسمة من الحاسم، من الرائع تشافي إرنانديز. الصورة! جول! سيدو كيتا نجم الكرة المالية ينهيها بالخماسية بتشجيع من مدرب أكثر من ممتاز، بيب غوارديولا. يا سلام يا سلام، رجعنا الصورة، خلينا نستمتع بيسارية المالي كايتا في وضعية مهاجم ثاني. كورة من زمن آخر، كورة ليو ميسي، ليش لا يمكن أن نحكي عليها كثير، بدون تعليق، بدون تعليق، بصراحة.